تفاصيل خطة إعادة فتح المساجد في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا بفيديو جديد. لو الفيديو عجبكم متنسوش بالاشتراك في القناة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. أعلن الدكتور محمد مختار الجمعة وزير الأوقاف أنه بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة عمل لإعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وما لمسه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح وصلاة العيد بعدد من المساجد الكبرى. وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزارة الموقر مطلع الأسبوع المقبل. وبالنسبة لتفاصيل خطة إعادة فتح المساجد في مصر، واحد، الخطة كشف عنها وزير الأوقاف ويتم عرضها على مجلس الوزارة الأسبوع المقبل. تاني حاجة، فرش 320,000 متر سجاد جديد بكافة المساجد. ثلاثة، تحديد أماكن المصلين بكل مسجد بقواعد التباعد الآمن. أربعة، ترك مسافات بين كل المتواجدين من كافة الاتجاهات. خمسة، تنفيذ كل الإجراءات التي تمت في صلاة التراويح وصلاة العيد ببعض المساجد الكبرى مع الأخذ بكافة التدابير الوقائية. الحمد لله. وفي النهاية ياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.